أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الله أكبر الله فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني.